جلاسكو رونجرز يعني كيفاش وين المباراه اللي راح تلعبوا وين امام سبارتاك بروغا براغا البرتغالي في الدور الاوروبي وين راحت المباراه الاشواط الاضافيه بعد ما كانوا فائزين يعني بهدفين لسيفش يعني في طور اللي خرج بالبطاقه الحمراء من جانب سبارتاك براغا يعني وين نقولوا باللي في الربع النهائي مباراه كانت قويه جدا يعني وين شعلنا وين جيمس وين على المرتين في الدقيقه الثانيه والدقيقه 44 شعلنا كامارا وين في الدقيقه 101 وين سجل الهدف الثالث لصالح غلاسكو رونجرز وين مباراه كانت قوية جدا مباراة كانت شيقة يعني اللي راحت الأشواط الإضافية شأن وين دافيد كريمو الذي سجل الهدف التعادل في الدقيقة 83 لصالح سبورتينغ براغا يعني في البرتغالي وين كانت مباراة قوية جدا شأن آلين في الحراسة تاع غلاسكو رونجرز سكلوندي شأن جيمس شأن كونار شأن بينارد اللي خرج في الدقيقة 90 دخول مكانه ليون يعني وين نقولوا باللي شأن كامارا شأن سكورت اللي دخلوا في الشوط الثاني شأن كامارا روفي الذي شأن ريان شأن روبن آرون جاو جون يعني باسيا من جانب غلاسكو رونجرز سبورتينغ براغا البرتغالي ماتيوس اللي لعب دور كبير هذا الحارس شأن باولو شأن فابيان يعني سيلفا دافيد كريمو مسجل الهدف التعادل الدقيقة 83 في طور شأن أندريا كاستور يعني وين معتصم المصراتي ريكاردو شأن رودريغو غوميز يعني أبل اللي خرج في الشوط الثاني دخول فرانسيسكو مورا في الدقيقة 46 لوكاس يعني كذلك في الدقيقة 100 وين لوري فيتور يعني من أجل يعني كانت المباراة نقولوا مباراة كانت قوية جدا مباراة كانت في القمة مباراة اللي تلعبت يعني نقولوا باللي تلعبت على جزيئات خاصة يعني وين كان اللعب مغلوق وين جانا غلاسكو رونجرز اللي لعب خطة 4-3-3 سبورتينغ براغا البرتغالي اللي لعب خطة دفاعية يعني واللعب على الكرات المرتدة السريعة شانا كيفاش وين عدل النتيجة في الدقيقة 83 دافيد كريمو اللي عدل النتيجة شانا وين نقولوا كيفاش جيمس يعني جيمس من جانب غلاسكو رونجرز على المرتين يعني في الدقيقة 82 الدقيقة الثانية في الدقيقة 44 وين جيمس عن طريق ضربة جزاء يعني وين يضيف الهدف الثاني كامارا روفي اللي أضاف الهدف في الدقيقة 101 شأن دافيد كريمو وين سجل كذلك من جانب سبورتينغ براغا في الدقيقة 83 يعني مباراة كانت شيقة كانت في القمة نقولوا بلي كانت مباراة في القمة يعني خاصة الشوط الأول خاصة الشوط الثاني والشوط الأول الإضافي يعني كانت مباراة في القمة هذه هي الجولة الربع النهائي غلاسكو رونجرز الإسكلوندي سبورتينغ براغا البرتغالي الدور الأوروبي سعيدكم.